مجال فتح صداقات كثيرة ومختلفة في المخيم واسع. أيام ديال السهرات اللعب والغنى ما صحوش بها الدراري، كل واحد من مدينة وكل واحد وجماعته وفرقته، لكن في المخيم كل شي كيولي عائلة وحدة، تعرفوا ونسجوا علاقات حميمية بيناتهم، وفي لحظة الوداع والفراق غادروا هاد المرحلة الثالثة بالدموع. توريا طلع 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 طلع.